ايه مستغرب اني عرفت اجي ولا كنت متخيل انك هتعرف تخبي عليا اكتر من كده؟ انا مش مخبي عليك عشان بعمل حاجه غلط، انا مخبي عليك عشان انت كنت ضد بيع الكباريه، فكنت عاوز اثبت لك اني هنجح وبعد كده اقول لك. هو ده طموح؟ تشتغل بياع في محل ملكي مش شغال عند اي حد؟ انت قلعت الدبله دي عشان احنا مش هينفع نكمل مع بعض يا رأفت. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك الحقيقه من غير لف ولا دوران، من اول يوم يا ابن الناس ما انت عارف قد ايه انا بكره الفقر ومستنيه اليوم اللي اهرب فيه منه. انا لو كملت معاك هكمل فقيره وانا مش هكمل حياتي يا اميره المباحث مسيره ملاقي وفلوس بابا، ده غير انهم ممكن يفكوا الحراسه. الصبر بس يا اميره ارجوك، الوضع ده مش هيطول. الوضع ده بقاله سنه ونص ومفيش اي حاجه بتتغير. ده الكباريه بني ادم اللي كان ممكن تكسب لك منه فلوس بعته وجيت تأجرني محل شرايط فيديو بتأجر شريط ده 50 قرش. مفيش حد سألته لو قال لي المشروع ده بيكسب. بيكسب بس ما بيغنيش، وهنكمل بقية حياتنا فقرا، وأنا مش هينفع أكمل بقية حياتي فقيرة يا رب. الحب يا أميرة. الفقر هيقتله. خلينا نسيب بعض وإحنا في بينا حاجات حلوة، أحسن ما نسيب بعض وإحنا كارهين بعض يا رب. أميرة أرجوكي. هتصرف، هعمل أي حاجة. بس نفضل مع بعض. ماشي يا رأفت. أنا ممكن ألبس الدبلة دي، بس بشرط تصالح والدتك. صالح ماما؟ ملف الجماعات الإسلامية ملف خطير، والتعامل معاه لازم يكون بحذر. أنا متابعهم من قبل ما أجي، وتقدر تقول كده إن معايا ورقة مهمة جدا في صفنا. قصدك الشخص ده اللي زرعته جواه؟ ما أقدرش أنكر إنها فكرة كويسة، بس خطر. خطورتها كانت هتبقى أكبر لو كان هو اللي ساعة عشان ينضم لهم، لكن العكس هو اللي حصل، وده في صالحنا. تفرحك إمتى؟ بكرة. سعادة القنصل بيقدم لك اعتذاره انه ما قدرش يجي وانه مضطر يكون في العراق الفترة الجاية، وبعت الظرف ده لحضرتك، والف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. عن اذن حضرتك.